فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا أصاب طرف السجادة نجاسة، فهل يجوز أن أستعمل الطرف الثاني منها لأجل الصلاة؟ نعم، كل فراش إذا كان بعضه نجس وبعضه طاهر صل على الطاهر ما خالف. نعم، لأن النجاسة لا تسري في الجامد، النجاسة ما تسري في الجامد. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.